شد عميد الشرطة المتقاعد عبد القادر الخراز الأنظار إليه بعد ظهوره في بعض مشاهد كليب أغنية مع العشران لصاحبها الفنان المغربي ديزيدروس. وجسد الخراز في الكليب لقى انتشارا واسعا مباشرة بعد طرحه عبر مختلف المنصات الرقمية الخاصة بالأغاني دور محقق، وكان ديزيدروس المتهم. وفي سياق متصل استطاع نجم الراب المغربي ديزيدروس توحيد صفوف محبي الراب بعد طرحه كليب أغنيته الجديدة مع العشران قبل ساعات قليلة عبر قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب. وأجمع الجمهور المغربي على براعة ديزيدروس سواء من ناحية اختيار كلمات الأغنية أو على مستوى الأفكار التي استخدمها في الكليب الذي وصف بالعالمي، وكدت الشخصيات التي وجه إليها رسائل من خلال تقليدها وانتقادها. وأطلق عدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لقب ملك الراب المغربي على ديزيدروس، مؤكدين أنه الوحيد الذي أصدر في الفترة الأخيرة عملا متكاملا. أقل ما يقال عنه أنه تحفة فنية، وتمكنت الأغنية من دخول قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، واحتلت المرتبة الأولى في تريندين المغربي والثانية في تريندين الخاص بفرنسا.